فنصبوا له كميلا بالاتفاق مع الامريكان وتم القبض عليه. يعني هسه تيجي تقول اللي وشوا بعبد حمود هو هناك تساؤل، الناس يتساءلون متى افترق صدام عن ابنائه وعن سكرتيره واخذ طريقه، يعني 9-4 انقطع اخر شيء بالعظميه طلع وبعدين اختفت القصه، كل واحد راح هذا. فهل روى لك عبد حمود وكنت قريبا منه بعضا من هذه التفاصيل؟ لا بد لي من مقدمه لكي اضعك ووضع المشاهد الكريم بالصوره. ذكرت في يعني حلقه سابقه عن ما اثير من اشاعات ولغط حول المرحوم عبد حميد محمود سكرتير الرئيس، وبصفتي محاميه الشخصي كنت احرص على الوقوف على كل شيء يخصه من خلال ما كنت اسمع من الأسرة ومن عبر وسائل الاعلام ما يكتب عبر وسائل الاعلام، وكنت افاتحه بكل شيء وافاتح عائلته وانقل لهم ما يكتب عنه. اخرها كان كتاب تشارلز ديلفر عضو هيئة التفتيش اللي عمل مع كيوس، وكتب كتاب الاستغماية بجزئين نشرته له. تحدثنا عنه بالحلقة. تحدثنا عنه. فواجهته وقلت له أنك متهم، وكرر هذا الأمر. كتب لي سبعة. أنا كنت أحرص دائما على التوثيق لأن هذه مواضيع خطيرة وتهم سمعته وسمعة عائلته وسمعة الشارع، يعني أمام الشارع العراقي، العراقيين بشكل عام. كتب لي 17 صفحة تحدث في البداية عن مغادرة الرئيس وأولاده معه. إيش قال؟ 12/4/2003 كنا في أحد الدور بالأنبار بمنطقة هيت، وطلب منا الرئيس أن نحدد من ومن كانوا. كان الرئيس رحمه الله وعدي وقصي وعبد حميد رحمه الله. قال لهم أولادي عبد قصي عدي يجب أن نفترق لأننا معروفين نحن الأربعة أمام الشعب العراقي والقوات الأمريكية المحتلة. فعبد حميد قال يا سيدي لن نتركك، وقصي عدي أيضا تدخل وقال لن نتركك، نترك واحد معك. قال لهم فكروا هذا اليوم واعطوني النتيجة في اليوم الثاني. في اليوم الثاني تحدث معهم وقال ماذا قررتم؟ حاولوا أن يثنوه عن عزمه باتخاذ هذا القرار بالانفصال، لكنه كان مصرا ورأى أن يبتعدوا ويفترقوا. هل قررتم أين ستذهبون؟ قال لهم، قالوا له سنذهب باتجاه الأراضي السورية. وفعلا صار القرار، يعني ينفصلون عنه. نعم، بناء على إلى سوريا. يذهبون إلى سوريا، وذهبوا إلى سوريا يوم، دخلوا يوم 14 بعد معاناة 14/3. نعم، دخلوا الحدود، وفي أحد المدن السورية التقوا بمسؤول أمني نقلهم إلى رئيس المخابرات السورية، وحصل بينهم حديث لم يقنع عدي وقصي فقررا العودة. قالوا له طالما هكذا الأمور، يعني ضايقوهم. نعم، ولا بل أنهم لم يكن لديهم رغبة الحكومة السورية ببقائهم، وطلبوا منهم تسليم أسلحتهم، فقرروا العودة. قالوا لهم أذنوا لنا بالعودة أو اسمحوا لنا بالعودة، لكن لا تسلمونا الأمريكان، نحن نتولى أمر عودتنا فقط، اتركونا بشأننا. أخذوهم إلى الحدود وتركوهم ليعبروا إلى العراق. وين راحوا بعدين بالعراق؟
اتفقوا على أن يقوم المرحوم عبد الحميد محمود بجلب عائلته ثم يلتحق بهم كونهم ذهبا إلى مدينة الموصل في محافظة نينوى وحصل لهما ما حصل. ثم قام عبد الحميد محمود بالذهاب إلى سوريا مرة أخرى بعائلته. الذي حصل هو أيضا في هذه 17 صفحة أودعوا أمانة لدى شجاع غالب المحمود. شجاع غالب المحمود توفي رحمه الله. وين والشقيقه؟ شنو هي الأمانة؟ $3 مليون. من أودعها؟ المرحوم عدي وعبد حميد وقصي. شنو هاي للطوارئ؟ شنو؟ لا أعلم من الطوارئ لأي شيء مخصص. لا أعلم أنها $3 مليون حسب ما كتب وحدثني يعني شخصيا. أحيانا لا كان لا يريد أن يكتب كل التفاصيل وذكرها أنه لا أريد أدخل بها تفاصيل لأنني سأكتب مذكرات ووعدني كما وعدني المرحوم سبعاي وآخرين أن نكتب المذكرات لأنه أنا قريب منهم وتفاصيل كثيرة عشتها معهم ودونتها وكنت جاد ووجدوا هذا الشيء فيه يعني. طيب وشجاع نعم. أخذها ما رجعها؟ وأخوه. من أخو غالب؟ أبو غالب. أرجو المعذرة عن الاسم أستطيع أن يعني في وقتها إن شاء الله إذا ما كتب لنا أن ندون. فعاد بعد طلبها من شجاع أنكروها وقالوا أن الأمريكان أخذوها مننا. كثير مداهمات تمت وقبض على مسؤولين وحمايات للرئيس. كان معهم أموال تم الاستيلاء عليه وفعلا هذا واضح يعني بالأخبار عبر وسائل الإعلام كانت تثبت أنه قبضنا على الشخص الفلاني ومعه مبلغ كذا كذا. أحيانا هناك من لديهم الأموال يقوم بالذهاب للأمريكان لأن الأمريكان كانوا يريدون يجففون منابع تمويل المقاومة العراقية فيتفقون مساومة أنه تأتي ولا عليك شيء. وفعلا كثيرين غادروا العراق معهم الأموال في وقتها. يكون لكل حادث حديث. نرجع إلى موضوع ما كتبه حول اعتقاله. حول اعتقاله هو؟ حول اعتقاله. فعندما يأس من شجاع وأخوه قرر العودة إلى العراق بنفسه لمواجهتهم فنصب له كمينا بالاتفاق مع الأمريكان وتم القبض عليه. يعني هسه تقول اللي وشوا بعبد حمود هم شجاع غالب المحمود وأخيه. بالمناسبة هو قال لك هذا الكلام؟ قال لك هم وشوا بيه؟ نعم واضحة وأهله يعرفون هذا الأمر. يعني وقتها قال لأنه ابن شجاع ماخذ بنت عبد يعني بناته يعني أيضا مصاهرة. يعني مصاهرة شون يعني الطمع على على المال زين قصة.